لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وده ينكر بعقل، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحبا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات النقل ام العقل. وعنوان حلقتنا النهارده: هل تجوز الصلاه خلف شيخ الازهر؟ احنا شفنا في الحلقه اللي فاتت شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب وهو بيمدح الصوفيه وبيقول انهم هم اهل الحق وبيعلن انه صوفي وبيأكد اشعريه الازهر بان كل شيوخ الازهر صوفيه وليهم كتب ورسائل في التصوف. واخدنا مثال شيخ الازهر الاسبق الدكتور عبد الحليم محمود ومن خلال كتابه التصوف المنقذ من الضلال اللي بيشرح لنا من خلاله انه كتبه عن السيد البدوي. وشفنا ان الشيخ عبد الحليم محمود في الحقيقه بيتكلم عن اله مش ولي زي ما بيعتقد الصوفيه، وان التصوف ده هو المنقذ من الضلال اللي هو ايه، اللي هو التوحيد اللي بيرسل الكره والحقد زي ما بيقول شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب. وفي حلقه النهارده هنواصل كلامنا عن التصوف ونرجع لكلام شيخ الازهر ونشوف مع بعض. ونشأت وعرفت ان الصوفيه الحقيقيه يعني هم خلاصة الخلاصة أو هم الناس كما يقولون. وهنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول: ونشأت وعرفت أن الصوفية الحقيقية هم الخلاصة أو خلاصة الخلاصة أو هم الناس كما يقولون. ونلاحظ أن شيخ الأزهر بيقول عن الصوفية اللي بيعتقدوا أن الشرك هو المنقذ من ضلال التوحيد هم خلاصة الخلاصة، يعني صفوة الصفة، يعني أتقى الأتقياء. تعالوا نشوفوا الناس اللي هم خلاصة الخلاصة زي ما بيقول شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيعملوا إيه في المسجد في الفيديو اللي جاي. وزي ما حضراتكم شفتوا الصوفية بيعملوا ايه، يا ترى شيخ الازهر بيعمل نفس اللي احنا شفناه كده في الفيديو؟ وطبعا غلاة الحنابلة اللي هم الوهابية النكسين اللي نجزوا مذهب الامام احمد بن حنبل على حسب كلام شيخ الازهر قاعدين بالمرصد للازهر. وليه الاشاعرة ما يصدقوا يسمعوا كلمة زي دي علشان يردهم؟ مفاضيين ومدعومين بالمال زي ما بيقول شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، وعندهم فضائيات وما بيهتموش الا بالشكليات. ونشوف حكم التصوف عند الوهابيه من الشيخ ابن عثيمين، خلينا نشوف مع بعض. لان الطريقه الصوفيه مبنيه اما على جهل الشريعه فتكون عما وضلالا، واما على اصرار وعناد فتكون استكبارا واستنكافا، وكل ذلك لا يرضاه المسلم في دينه. وإنني أشير بل أنصح أخي السائل أن نتجنب هذه الطريق وأن ننظر إلى الطريق السليم المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه كفاية وهداية، وما سواه من الطرق فإنه ضلال وعماية. الشيخ ابن عثيمين بيقول إن الطريقة الصوفية إما مبنية على جهل بالشريعة وتكون عمى وضلال، إما مبنية على إقصاء وعناد وتكون استكبار واستنكافا، استكبارا واستنكافا، وكل ذلك لا يرضاه المسلم في دينه. وأنصح السائل أن يتجنب هذه الطرق إلى آخر الفيديو. يعني الصوفية جهل بالشريعة وعمى وضلال أو عناد واستكبار، ونهايتها الكفر والشرك. وطبعا الشيخ ابن عثيمين احنا أثبتنا في الحلقة اللي فاتت، واللي عاوز يتأكد يقدر يرجع يشوفها. طبعا هناك سؤال مهم: طالما ان التصوف بدعة، هل تجوز الصلاة خلف الشيوخ الأزهر اللي كلهم حسب كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب انهم كانوا صوفية دعاء لبدعة التصوف؟ يعني من الآخر، هل تجوز الصلاة في الجامع الأزهر يا مسلمين؟ خلينا نشوف الجواب. هل يجوز الصلاة خلف الصوفي؟ يعني من الآخر، هل تجوز الصلاة في جامع الأزهر يا مسلمين؟ نشوف الجواب من الدكتور أحمد النقيب. الصلاة خلف رجل الصوفي هو
الصلاة خلف رجل صوفي إذا كان في صلاة له صحيحة إذن الصلاة أيضا صحيحة، إلا إذا كان تصوفه من نوع تصوف الإلحادي الشركي كقول الحلولية أو الاتحادية. فمن كان مذهبه كمذهب المتصوفة الفلاسفة لهم أصحاب الاتحاد والحلول فهذا لا يجوز الصلاة خلفه. أما إذا كان طرقيا أو كانت له أوراد وأذكار بدعية أو مثل ذلك فهو مبتدع والصلاة خلفه جائزة، ولكن لو وجدنا السني الملتزم المتسنن حتى لو كان أقل منه في الحفظ لكان ذلك أولى وأولى. زي ما شفنا هنا السؤال الصلاة خلف الرجل الصوفي، فكان الجواب الدكتور أحمد النقيب إن الصوفي ممكن تكون عقدته حلولية اتحاد وده كفر، يعني الصلاة خلفه غير جائزة. طيب إمام الأزهر لما يكون صوفي أكيد على أقل التقدير يعني يكون على بدعة وهي التصوف، ولو كان حلولي أو اتحادي يعني يؤمن بالحلول والاتحاد لا تجوز خلف الصلاة. إزاي هنعرف إنه حلولي أو اتحادي؟ هل هنسأل شيخ الأزهر مثلا هل حضرتك حلولي أو اتحادي؟ يعني تصور واحد يسأل شيخ الأزهر هل حضرتك صاحب بدعة؟ هل حضرتك هذه البدعة مكفرة أم لا؟ عشان نصلي خلفك أم لا؟ والمصيبة لما تسأل شيخ الأزهر هل حضرتك حلولي أو اتحادي؟ بمعنى هل حضرتك كافر يا شيخ الأزهر؟ عشان لو كنت كافر مش هنصلي خلفك. وبعد الكلام ده كله طلع واحد أزهري قال لأ، المذهب ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر، وقال الكلام اللي هتسمعوه في الفيديو اللي جاي ردا على غلاة الحنابلة النكسين اللي هم الوهابية على حسب كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. نشوف مع بعض. وتسموا بالسلفية أو الوهابية أو النجدية أو أنصار السنة المحمدية، كل دي أسماء لفكر واحد وليهم مجلة اسمها مجلة التوحيد وليهم حزب اسمه الأصالة وليهم حزب اسمه النور في مصر وليهم قنوات تلفزيونية فضائية كقناة الناس وقناة الرحمة وغيرها، كل ده علشان نعرف ان الناس دي بتتكلم ازاي. فاحنا مش عايزين بقى نتكلم من المتغطي، يعني هنتكلم بالمكشوف لان هم كشفوا وجوههم، فطالما كشفوا وجوههم احنا هنعرفهم ان احنا عارفينهم من قبل ما يكشفوها. او القرنيون نسبة لقرن الشيطان، كل دي مسميات في بلاد مختلفة، يعني بعض العلماء في كتابهم سموهم القرنيون لان قال نجد يخرج منها قرن الشيطان فسموهم القرنيون نسبة لهذا، وبعض العلماء سموهم الوهابية لان هذا الفكر اول ما نشأ على لسان محمد بن عبد الوهاب فنسب اليه، وبعض العلماء سموهم السلفية لان هم سموا نفسهم كده السلفية، وبعض العلماء سموهم النجدية لانهم نشأوا من نجد، وهكذا علشان بس ايه ما يغركش التسمية الكثيرة وهي كلها تدل على فكر واحد. كما ورد في حديث صحيح البخاري في صحيح البخاري عندما دعا صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة ولليمن بالبركة فقيل له ولنجدنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عندها يطلع قرن الشيطان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر هذا الفكر من قبل نجد، فهو مذهب شيطاني كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أدى إلى الفرقة والجدال والمراء وسوء الظن بالمسلمين واستباحة أعراضهم بطعنهم في أغلى ما يملكون وهو دينهم، فاعتقدوا فيهم الشرك وسموا زوار قبور الأنبياء والصالحين بعباد القبور كما هو مكتوب في كتبهم إلى يومنا هذا. الدكتور يسري رشدي بيقول إن السلفية أو الوهابية أو النجدية أو أنصار السنة المحمدية كل دي أسماء لفكر واحد، وبيقول إحنا هنتكلم بقى على المكشوف وسماهم بالقرنيون نسبة إلى قرن الشيطان. والعالم الأزهري راح مطلع حديث خطير نسبه إلى النجدية وقال إن منهم بيطلع قرن الشيطان، وقال صدق رسول الله إن مذهبهم مذهب شيطاني بينشر الفرقة والجدال وسوء الظن يا مسلمين سوء الظن بالمسلمين واستباحة أعراضهم لأنهم بيطعنوا في الدين، طبعا بين قوسين اللي هم الأشاعرة يعني، فاعتقدوا فيهم الشرك، اعتقدوا في الأشاعرة الشرك، وقالوا كمان إنهم عباد القبور في كتبهم، وراح رامي التهمة وقال لا دول هم اللي مشركين. وملحوظة طبعا إن الشيخ يسري ده أشعري وشيخ الأزهر بيقول إن الأشاعرة مش بيكفروا حد. ودلوقتي أنا هعمل ملخص لحلقة النهاردة.
النهاردة شفنا شيخ الأزهر بيعترف إن منذ نشأته هو عارف إن الصوفية الحقيقية هم خلاصة الخلاصة، والشيخ ابن عثيمين بيقول إن الطريقة الصوفية إما مبنية على جهل بالشريعة وتكون عمى وضلال. وشفنا الشيخ أو شفنا الدكتور أحمد النقيب بيقول إن الصوفي ممكن تكون عقدته حلولية اتحاد، وده كفر، يعني الصلاة خلفه غير جائزة وإضلال. والشيخ ابن عثيمين بيقول إن الطريقة الصوفية إما مبنية على جهل بالشريعة، وبعدها إزاي الشيخ الأزهري يسري رشدي وهو بيوصف مذهب أهل السنة بين قوسين الوهابية إن مذهبهم مذهب شيطاني، وبينشر الفرقة والجدال وسوء الظن بالمسلمين واستباحة أعراضهم. وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نواصل مع بعض معارك الأزهر مع غلاة الوهابية الحنابلة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. ما أنت هترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة.